A short story about David Copperfield. قصة قصيرة عن ديفيد كوبرفيلد. ديفيد كوبرفيلد is a story by Charles Dickens. Dickens used many events of his early life to write this story. ديفيد كوبرفيلد تكون قصة كتبها تشارلز ديكنز أو الكاتب تشارلز ديكنز. ديكنز استخدم كثير من الأحداث من حياته المبكرة لكتابة هذه القصة. ديفيد كوبرفيلد is the hero of the story. David was born after his father died. ديفيد كوبرفيلد يكون بطل القصة. ديفيد ولد بعدما والده توفى. His mother loved him. His nurse looked after him like her son. والدته أحبته، وممرضته اعتنت به كابنها. David's mother married a man, but he was cruel to David. After his mother died, he left school and worked in a factory. والدة ديفيد تزوجت من رجل آخر، لكن هو كان قاسيا مع ديفيد. بعدما والدته توفت، هو ترك المدرسة وعمل في مصنع. One day the manager told him that another man wanted a lodger because they were very poor. So he lived with them for a long time. ذات يوم المدير أخبره بأن رجلا آخر كان يريد مستأجرا في بيته بسبب أنهم كانوا فقراء جدا، لذا هو عاش معهم لفترة طويلة. After that he lived with his aunt. He completed his school and became a reporter. In the end he married. بعد ذلك هو عاش مع عمته أو خالته. هو أكمل مدرسته أو دراسته وأصبح صحفي، وفي النهاية هو تزوج. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات.